وماما انا البنت مبسوطه قوي وفرحانه بيه، بتقولي انه جد ومحترم ورجل اعمال ناجح. قابلته فرح بنت خالتها، هي ورتني صورته. هو الحقيقه حلو، اي نعم هو اكبر منها بشويه بس وماله، المهم يكون راجل وبيحبها. هنقعد احنا بقى الليل كله نتكلم عن توفي. اصل هي عيني متلخبطه قوي، هي مبسوطه بيه وشايفه فيه مميزات كتير، بس مش عايزه تقول لمامتها، خايفه انها تقعد تزن عليها فتوافق بسرعه ما تكونش لحقت تعرفه كويس. وحكيت لها ايه تاني بقى يا حبيبه؟ حكيت لها يعني احكي اللي انت عاوزاه، بس ايه المشاكل دي؟ ليه هي قالت لك ان انا حكيت لها حاجه؟ لا انا بتكلم في العموم، مش عن توفي بس، عن توفي واي حد غيري وغيرك. مش انا ما بحبش حد يجي يقول لي اني عارف منك ان في مشاكل، ولو حتى عدو اخوكي. انا ما قلتش لعدوي حاجه، انا كنت بس بفضفض مع توقع وهي اللي راحت قالت له. وعلى فكره انا عاتبتها على ده. ادم انا مش عايزه حاجه توقع ما بيننا. ايوه يا حبيبي، انت فاكره يعني البيبي اللي في بطنك ده هو اللي هيعمل مشاكل ما بيننا؟ اصل كان في واحد سكران وظالم ومفتري جه فاهمني كده من يومين. لا ده راجل تافه والله العظيم، تافه يعني بيطلع ينزل على الهوا. بس انت لو فهمتيه اكتر وتعودتي عليه وخدتي عليه كده في الكلام تعرفي ان هو عبيط جدا. طب لو انا بقى ما فهمتوش يبقى يفهمه، عشان ساعات انا كمان بكون عبيطه.